بدأت بسم الله في القول أول تبارك رحمن رحيما وموئلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبالا، وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. وبعد، فحبل الله فينا كتابه، فجاهد به حبل العدا متحبلا، السلام المستهل به الكلام، ومن أدب المحاضرة السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ظهرت علامات الإعراب بينة وثبتت حركات، وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم، وبوأنا الله وإياكم من الجنة منزلا. وهذا مجلس جديد متجدد في تفسير كلام ربنا تبارك وتعالى، ولقد استفتحنا في المجلس الماضي سورة التحريم ومضينا فيها آيتين، وها نحن نستكمل فيها. قال الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه، وفي قراءة سبعية عشرية متواترة: وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا الحوار لمن؟ هذا الحوار لزوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله عز وجل يدعوهن إلى التوبة من التمالؤ، التظاهر من الظهر. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. ونقول فلان يظاهر فلانا، يعني يعاضده. فالله عز وجل قال: إن تتوبا، وهنا بالمثنى. ولذلك يأتي في الآية التي بعدها أن الله عز وجل يوضح من المقصودتان، يوضح من المقصودتين بذلك، هما حفصة وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، زوجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الدنيا وفي الجنة إن شاء الله، ابنتي وزيري النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصديق والفاروق. ومن يقع في زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا زنديق لا حظ له في الإسلام، ولا سيما في عائشة خصيصا، لأن الله عز وجل برأها من فوق سبع سماوات، فقال في سورة العفاف في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا فيه براءة عائشة من فوق السبع طباق، فمن شك أو شكك أو أنكر ذلك فهو خارج من ملة الإسلام، فهو خارج من ملة الإسلام. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغى بمعنى مال، يعني مالت قلوبكما إلى مرضات الله عز وجل ومرضات من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن تظاهر، أي إن تتمالأ أنتما رضي الله عنكما، وفي رواية إن تظاهر، وهي شدة المظاهرة، وهذا يحدث حينما يكون الرجل له عدة من النساء، امرأتان أو ثلاثة أو أربع، تجد أن ثمة زوجتين تكونان أكثر اتفاقاً على بقية الأزواج، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، لا مشكلة فيه. لكن متى رجعت المرأة إلى الدين فإنها لا تفعل ذلك. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. نحن قلنا مولاه تعني الناصر، وتعني السيد، وتعني العبد. ولما نقول هنا فإن الله هو مولاه، أي هو ناصره تبارك وتعالى، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، أي ناصر وسيد الذين آمنوا. ولما نقول فلان مولى بني فلان، يعني هو عبد عندهم، اشتروه بماذا؟ بماله. وهذا يدخل في باب يسمى باب الموالي. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: فإخوانكم في الدين
ومواليكم في سورة الأحزاب، فإن الله هو مولاه وجبريل نصيره أيضا مولاه وصالح المؤمنين. المقصود هنا بصالح المؤمنين أبا بكر وعمر، هذا قول جماهير المفسرين، لأن سيأتي معنا هنا قصة توضح ذلك، ويدخل فيها كل مؤمن صالح ينصر دين الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يدخل في هذه وهناك مسألة خفية في إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والمسألة الخفية هنا وهي المحافظة على أقل وجه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نحن في ليلة 30 من شهر ذي الحجة الحرام لعام 36 و400 وألف. طبعاً الواتس منذ الجمعة الماضية هو شغال، آخر جمعة آخر جمعة الدعاء الفلاني، وأمس طبعاً شفت الرسالة اللي منتشرة في الواتس اللئيم ابن الواتس اليتيم الذي أبوه البدعة وقلة الأدب وقلة الدين إلا ما رحم الله عز وجل، جايبين صفحة في فيسبوك سموه فيسبوك، أنا مسميه فيسبوك، حاطينها للشيخ عبد الرحمن السديس. جاتكم هذه الرسالة؟ إن لا اليوم لا، المتمم الخميس هو المتمم لشهر ذي الحجة الحرام وتاسعاء وعاشراء إن شاء الله الجمعة والجمعة والسبت. نعم، جايبين صفحة للشيخ السديس، صفحة مكذوبة، والشيخ السديس ليس له أي صفحة على وسائل الكذب الاجتماعي، ما عنده ولا صفحة، وكاتبين دعاء أول العام يا محول الأحوال حول حالي من حال إلى حال. جاتكم الرسالة هذه؟ وصلت ستامبينج ريسيفد؟ طيب يا إخواني يا أحبابي، لا في دعاء آخر العام ولا في دعاء أول العام ولا في اختم عامك بصلاة ولا في اختم عامك بصيام ولا في اختم عامك بقيام ولا بعمرة ولا بحج جزاك الله خير، هذا الكلام غير موجود. قاعدة، ولم يصح في ختام العام ولا في بدايته عبادة، خلاص انتهينا، ما صح ولا شيء من هذا الكلام. ولذلك الإنسان أحياناً يذهب في الآية مذهباً بعيداً وهي تخصه هو، لما تجد الآن كما يحكي بعض الفضلاء يقول يا شيخ الله يرضى عليك تكلم عن الفرج وعن سد الخلل وعن مساواة الصفوف، فعلاً يا إخواني حقيقة، يعني لا أحد يزعل حقيقة، الكلام ده أنا تكلمت فيه هذا المسجد المبارك وفي غيره من المساجد، نحن نضيع أجر عظيم. يا أخي روى ابن ماجه في السنن من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة، ما أقل العمل وما أعظم الأجر والأمل، فرجة بس، فرجة يا أخي. قال النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم خطوة أن تسد خللا، هذه أعظم خطوة سبحان الله، وكم الخلل ولا شيء. من حديث أبي سعيد الخدري الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم تدعونه فلا يستجاب له. سبحان الله، أحد الناس يوما كان إماما في منطقة من المناطق فقال لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، قام واحد شيبة قال لي ترى قلوبنا حلوة وما هي متخالفة، يلا صلي صلي، هذا رد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي لك إلا بقال الله وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي المسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، إن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذا وش يسمونه؟ جبريل من الملائكة ولا من الملائكة؟ جبريل من الملائكة ولا لا يا مشايخ؟ هذا يسموه عطف العام على الخاص. وش هو العام؟ الملائكة، جبريل ميكائيل إسرافيل ملك الموت وما لا نعلمهم من ملائكة. ومن عند الترمذي أطت السماء، يعني ناءت ثقلا وحق لها أن تيض، فما من موضع أصبعين إلا وفيه ملك راقع قائم ساجد. إذن كم عدد الملائكة؟ الله أعلم. فهذا يسمى عطف العام على الخاص ليبين لك منزلة جبريل. وتجد بعض الناس الآن يشككون في جبريل ويقولون إن جبريل قد خان الأمانة،
تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الله يسميه مطاع ثم، أي هناك في السماء أمين، وهؤلاء يسمونه الناقة الثالث قد خان الأمين. ثم قال ربنا عز وجل، يقول ابن عباس: ما زلت في هذه الآية أتأملها سنة كاملة إن تتوب إلى الله. وما نعرف من هما، وليس عيبا أن تجلس العمر كله وأنت تتأمل في آية من آيات الله عز وجل، لعلها تكون هي التي تنجيك يوم تقف على الصراط وتوضع في الميزان. قال: حتى حج عمر. الحديث عند أصله عند البخاري، وأنا أسوقه كما عند البخاري والترمذي. قال: حتى حج عمر وحججت معه. وابن عباس جالس يراقب عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين. قال: وعدله وعدلت معه، يعني أخذ ميل في الطريق ليقضي إيش حاجته. قال: وعدل وعدلت معه فقضى حاجته فأتيته بوضوئه. وهذا فيها خدمة إيش؟ خدمة العلماء وخدمة الفضلاء، رجاء ما عندهم من العلم. وأنا جال صب عليه توضى، فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: إن تتوب إلى الله، فمن هما؟ قال: عجبا لك يا ابن عباس، أو عجبا لك يا ابن عباس، لأن ابن عباس هذا ترجمان إيش؟ ترجمان القرآن. يقول ابن عباس: ما من آية إلا وأعلمها، وإن لم أكن أعلمها يرسل الله إلي من يعلمني إياها من غير طلب. قال: وفي إحدى المرات مررت بقول ربنا عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. قال: فما عرفت معنى كلمة فاطر، وأنا أدعو الله أن يفتح علي فيها. قال: حتى أتاني أعرابيان يتنازعان في بئر، فقال أحدهما: اقض بيننا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بئر فطرتها. يعني إيش؟ يعني حفرت. هذه موجودة في لغة العرب، فطر بمعنى حفر. قال: فعرفت معنى. الشاهد: فمن هنا تعجب منا عمر. قال: وعجب لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. قال: ثم ساق الحديث بطوله، حديث جميل مليء بالفوائد واللغة. قال: لقد كنا في قريش رجالا نغلب نساءنا. قال: حنا في قريش المرأة عندنا ما عندها، على طول صفق فيها يمين يسار، شجك أو فلك أو جمع كل لك، ما عندنا تفهم. قال: فلما قدمنا المدينة فإذا هم رجال تغلبهم نساؤهم. الطبيعة مختلفة والبيئة مختلفة، ناس فيري كول فيري رومانتيك، ناس عندهم رومانسية وعندهم كذا، الدنيا عندهم ما فقط نزقة على طول، حاوريني وحاورك أخذ مني أمر وتأخذين مني نصيحة فيما لا معصية فيه. فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. سماها إيش؟ سماها أدب. لكن امرأة لم تكن سلفع من الأنصار أبدا، لا تخرج متبرجة ولا متطيبة ولا في سناب شات ولا كات ولا تانغ ولا في قلة الأدب هذا اللي حنا فيها الآن، لما رحم الله عز وجل. كثير يأتيني من الشباب يطلقون النساء، ليش؟ قال: يا شيخ ما تبغى تغير. قلت له: خلي تويتر. قال: أنت أخذتني من بيت أبوي وأنا عندي صفحة في تويتر، لن أترك تويتر. قال: لا خلاص، مالك ترك تويتر، تتركيني أنا، مع السلامة، خلي تويتر ينفعك. صفحة في تويتر وصفحة في انستغرام، وكل يوم تغريدة وكل يوم صورة جديدة، إيش هذا؟ قال: فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: وإذا يوما أناقش زوجتي فردت علي، فقلت: أو يا ابنة فلان تردين علي؟ قالت: ولم لا أرد عليك والنبي صلى الله عليه وسلم نساؤه يراجعنه الليلة ويهجرنه الصبح إلى الليل. قال: أو يفعلن ذلك؟ حفصة بنت تفعل ذلك؟ لقد خابت وخسرت. قال: وبين أنا كذلك، إذ كنا نقول إن غسانا تنعل الخيل لغزونا.
غسان كانت مستعدة للحرب بمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكنت أنا وصاحب لي من الأنصار نتناوب الوحي ينزل لأنه كان ساكن بعيد سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، قال: نتناوب الوحي ينزل هو وأبقى أنا أقوم بخدمة بيته ثم أنزل أنا ويبقى هو لخدمة بيته. وهذا فيه التناوب في العلم. ما حضرت الدرس حضر خويك سجلت وكتبت الفوائد بعدين تقوم إيش تعطيها إياه، وتعاونوا على البر والتقوى. قال: وإذا وبين أنا كذلك إذ طرق الباب طرقا شديدا، واحد قلت: أوجاء غسان؟ وهو يقول: أعمر ثم؟ عمر موجود. قلت: أوجاء غسان؟ قال: كلا، الأمر أعجل من ذلك. لو يجي غسان حنا نقاتلهم وحنا ما نخاف، لكن الأمر أعجل. قلت: وما هو؟ قال: طلق النبي نساء. اللهم صل على سيدنا. كان الصحابة أعظم شيء عندهم ألا يتكدر صفو المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا عندهم أعظم من قتلهم وذهاب أموالهم وترمل نسائهم وتيتم أبنائهم. قال: فلففت علي ثيابي ويممت إلى المسجد فوجدتهم يبكون، كل الصحابة جالسين يبكون. قلت: هذا ما هو حل، والنبي في عليه الصلاة والسلام في حجرته. فقلت، طرقت الباب فخرج غلام على الباب، قلت: استأذن لعمر. قال: وبقيت عند الباب. قال: انتظر حتى أستأذن. قال: لم يأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم بقيت هنية ثم قلت: استأذن لعمر. قال: ودخل ورجع. قال: لم يأذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قلت ثالثة: استأذن لعمر. قال: أذن لك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه فائدة الاستئذان كم؟ ثلاثة. ما صار يمشي، اتصلت على خويك جزاك الله خير مرة واثنين وثلاثة، قفل خلاص لا تتصل. رحت وطرقت الباب مرة واثنين وثلاثة وما طلع أحد، وإن قال لكم ارجعوا فارجعوا، ولا داعي أن ترسل رسالة عتاب بعد ذلك، ضيعت أجرك يا حبيبي. أنا أجيكم ما تفتح الباب وشوف سيارتك أسفل، وأنا أجيكم واتصل بكم ما ترد ويشبك، وبعدين رديت على غير. هو حر يا أخي جزاه الله خير، رد ولا أنت تبغى الأجر ولا تبغى أنك أنت سبحان الله أن تلومه ويضيع أجرك؟ أنت فعلت اللي عليك جزاك الله خير. له عذر، كل إنسان بعذره، وليس لكل إنسان أن يبدي عذرا. خلاص، وإن قال لكم ارجعوا فارجعوا انتهينا. قال: فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: أسري عنه. ولذلك لما تكون في مشكلة مع إنسان عنده مشكلة، لما تذهب إليه رحت تزور مريض، ما تقول نفس المرض اللي ما تبيع أبو عبد الله. راح أزور مريض قال له بطني وجعتني وراسي، سبحان الله أبو عبد الله ما تبي نفس المرض، وأنت مالك يا أخي ساكن الله غير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري في كتاب المرضى باب عيادة المريض، دخل على رجل عنده حمى فقال: لا بأس، إن شاء الله ما عليك خطر، ما عليك خوف، طهور يطهر ذنوبك، لا بأس طهور إن شاء الله. هذا الكلمة الطيب صدق. قال: يا رسول الله، كنا رجال نغلب نساءنا بقريش، فلما قدمنا المدينة فإذاهم رجال تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدم نساء الأنصار. قال: ثم ضحك النبي عليه الصلاة والسلام. أداله الآن مقدمة، عمل له introductions preface، أداله مقدمة للحوار وبعدين يدخل في الموضوع، مو على طول. وإيش بها هذه؟ الله ينتقم منها الملعونة، أنا واحد أعرفها حقت مشاكل أصلا، يا رجال طلقها فكنا منها. أعوذ بالله منك، أرسلتك بعثتك مائرا فمكست حولا، متى يأتي غياثك من تغيث؟ فحنا جايبينك تصلح ولا جايبينك مثل واحد جابوه يلقي كلمة في عرس كما في أحبار حمق المغفرين ابن الجوزي، فقال: الطلاق مرتان. فخرجت إليه امرأة من خذل قالت: أخرس الله لسانك، أو هذا مكانها؟ حنا جايبينك في عرس تقول يعني ترغيب في النكاح والحياة الزوجية، تقول الطلاق مرتان؟ في بعض الناس ما يعرف يتكلم، جزاه الله خير، لو سكت لكان خيرا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عد الكلام من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فقال: يا رسول الله، لقد خابت حفصة وخسرت، إن هي راجعتك بعد ذلك. قال: ثم سري وسري عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونزل قول ربنا تبارك وتعالى هذه الآية، ونزل بعدها أيضا: يا أيها النبي قل لأزواجك، يا قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم
كنا تريدن حياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحة جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عدل الحسنة منكن أجرا عظيما. وهذا آية الإلال الذين أولوا من السنين تربصوا أربعة أشهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل بعد شهر وكفر عن يمينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإلى هذا الموطن ينتهي مجلسنا اليوم، ونكمل بإذن الله عز وجل في هذه السورة المباركة التي أنا أعدها سورة البيت المسلم. أي مشكلة اقرأ سورة، ما أقول أي مشكلة تقرأ سورة التحريم عشان تنفك المشكلة، لا، أقول لك اقرأ سورة التحريم واعرف ما فيها من الآداب لكي تعرف كيف تدير بيتك. لكن ليس عند نزول المشاكل تقرأ سورة حتى تنفك المشكلة، لا، لم يرد فيها فضل في ذلك. أنا أقصد اذهب في كتب التفسير الآن عند ابن كثير، عند السعدي، عند القرطبي، عند الطبري، وتأمل ما في سورة التحريم من 12 آية فقط، لكنها تضع لك خطة لإدارة بيت الزوجية. أسأل الله بمنه وكرمه أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وقربنا واصلنا البر والتقوى. اللهم اجعل أمننا بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر جنودنا يا رب العالمين. اللهم احفظهم بين يديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم وعن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت مسدد سهامهم ورميهم. وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وسدده بسدادك، وارشده برشادك، ويسلم البطانة الناصحة النافعة لتدعونا على الخير وتدل عليه. لا تفرغ جمعنا إلا وقد غفرت الذنوب وسترت العيوب وتوليت الآجال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. تم الكلام ربنا المحمود، وله المكارم والعلى ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لا حقون ورفع دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.